مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقع: تجدد نشاط رياح البوارح، غبار على المناطق الشرقية في المملكة، وأجواء شديدة الحرارة عموما في معظم أجزاء المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل سرعة الرياح. نلاحظ أن اللون الأحمر يمثل الرياح ذات السرعة الأعلى، وبالتالي هذه الرياح بتكون أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، خاصة تبدأ في المناطق الشمالية تمتد تدريجيا لتكون في المناطق الشرقية وأيضا في أجزاء متفرقة من المملكة، في المناطق الشرقية أحيانا في المناطق الغربية، وبالشرقية بتكون تركيزها أكثر وبتكون مثيرة للغبار والأتربة، ثم لاحقا تؤثر على المناطق الجنوبية وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة: هذه الليلة أجواء حارة، وفي الرياض أجواء حارة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 36 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة: أجواء شديدة الحرارة يوم الأحد، العظمى المتوقعة في الرياض 46 درجة مئوي، بينما الصغرى المتوقعة بتكون أجواء حارة بالليل، والصغرى المتوقعة 32 درجة. يومي الاثنين والثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة، الاثنين 44 درجة مئوي في الرياض، والصغرى 32 درجة، والعظمى يوم الثلاثاء 43 درجة مئوي، والصغرى 31 درجة. إذن أجواء حارة في النهار، حارة نسبيا إلى حارة بالليل، وأيضا الأجواء حارة بشكل عام في معظم مناطق المملكة. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة: إسكاكا 36-25، عرعر 36-25، وأيضا تبوك 36-25 درجة مئوي. المناطق الغربية أجواء حارة: المدينة المنورة 43-32، جدة 39-30، مكة المكرمة 43-32، والطائف 35-27 درجة مئوي. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا، مع سقوط زخات متفرقة من المطر في منطقة أبها، الباحة 30-24، أبها 31-21، جازان أجواء حارة 38-33 درجة مئوي. أما المناطق الشرقية من المملكة أجواء حارة: 45-34، حفر الباطن 45-29، والإحساء 49 شديدة الحرارة، 49 العظمى، والصغرى 34 درجة مئوي. أما المناطق الوسطى فأجواء حارة: حائل 37-26، بريدة 43-30، والرياض 46-32 درجة مئوي. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله.